بقى اللي جاي خبر حلو، ممكن كلنا حتى نسأل نفسنا أو نتساءل كده، فعلا بعد ما نخرج معاش أو بعد ما مثلا نحس إن إحنا مش عايزين خلاص نشتغل، أو بعد ما أولادنا يكبروا أو شايف نفسك تقدر تعمل إيه أو تشتغل إيه؟ قبل ما أخش على الخبر وتفاصيله، أنا هسألك أنت السؤال ده، هل عامل حساب فعلا لبكرة؟ هل شايف مثلا إن كريم حاطط بلان إن أنا هشتغل لسن مثلا 50 55 سنة، وبعد كده عايز اشتري يخت مثلا، اشتري طياره خاصه، يعني البلانز اللي احنا عارفين ان انت هتعملها؟ طيب دي اولا احب اعرفك بيا في البدايه، كريم شخص عشوائي اكتر ما انت متخيله بكتير، وعمري في حياتي ما حسبت لها، واللي ربنا لربنا يعني يكرم اليوم بيه بيومه يعني. جدا جدا جدا، ومش عارف الحقيقه دي ميزه ولا عيب، بس بيخيلي او ابتديت كل ما بكبر في السن احس انها عيب اكتر ما هي ميزه. لان انت ما تعملش يعني حساب لبكره طبعا. طبعا ولا حتى اختلفت بعد ما يعني خلفت ولادك او كبروا شويه؟ ما فيش احساس المسؤوليه زاد بطبيعه الحال، لكن برضو للاسف الشديد في لسه عندي قصور في مساله التخطيط، وخصوصا يعني لو عايز تتكلمي بصراحه هتخططي ازاي وانت شايفه يعني سواء الاحوال المهنيه او غير المهنيه في سيرك قومي منصوب، هتخططي بموجبه ازاي؟ في منطق غايب في كتير جدا من الاحيان، فمش صعب مساله التخطيط فيه يعني. هو طبعا صعب، اتفق معاك جدا، ولكن واضح ان احنا لازم كلنا نسال نفسنا مهما كان عمرنا السؤال ده، هو انا بكره هعمل ايه؟ كمان 10 سنين هعمل ايه؟ كمان 20 سنه انا ناوي اعمل ايه؟ او حتى لما اطلع معاش هعمل ايه؟ السؤال ده جاوب عليه ميسي، كشف النجم هنا الارجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونه الاسباني ان هو ما بيخططش للعمل في مجال التدريب ابدا بعد اعتزاله، واكد انه بيفضل ان هو يكون مدير رياضي. لاعب هنا قال انه شايف نفسه ممكن ينجح لو ادى هذا الدور او الوظيفه دي. مهم كمان اقول لكم ان عقد النجم الارجنتيني طبعا ميسي عنده 33 سنه مع النادي الكتالوني هينتهي زي ما احنا عارفين بعد 6 شهور، ومفروض هينتظر بقى هنا عالم كره القدم قرار ميسي النهائي بشان مستقبله مع النادي اللي قعد فيه كمان 20 سنه، احنا دلوقتي بنتكلم 20 سنه. اوضح ميسي ان هو بيود العوده لبرشلونه مستقبلا بغض النظر عن قراره في نهايه الموسم الحالي، واضاف كمان ان قال انا اود العودة يوما ما، وأود العودة إلى المدينة والعمل مع النادي والمساعدة، لم أفكر في هذا الأمر كثيرا، لكن العمل سيكون متصلا بكرة القدم لأن هذا ما أحبه وما أعرفه. وقال كمان علاقتي مع النادي والمدينة هي قصة حب، وأيا كانت نهايتها فلا ينبغي أن تسيء إلى تجربتي خلال هذه المسيرة. بدينا كده عرفنا ميسي بيفكر في إيه، لكن برضو بعد 6 شهور أعتقد الرؤية هتتضح إلى حد كبير.